اولا الحمد لله على سلامه الوالده. جينا وهي تعبانه من تشتكي من عظمه الكتف، وكان عندها احتكاك قوي، ولله الحمد يعني نصحونا بمستشفى كيمس، وجينا وشفنا الدكاتره ومعاملتهم جيده. ثم بعدين عملت العمليه، جينا يوم السبت وعملت العمليه يوم الاحد، واليوم الحمد لله يعني الى الافضل. وامي طبعا انا واحنا كلنا وامي تشكر الطاقم كله. امي تقدر تقول لهم شكرا؟ شكرا، الله يجزيكم.